شكرا للزميلة العنود الصوري من مركز الأخبار. مشاهدينا، العديد من الأشخاص يلجؤون إلى البوح أو الفضفضة للتعبير عن أنفسهم أو حتى عن مشاكلهم المختلفة، لكن في المقابل هناك العديد من الأشخاص يفضلون عدم البوح أو الكتمان ويكبتون بعض المشاعر. نتعرف أكثر مشاهدينا عن البوح والكبت في هذه الفقرة. معنا في الاستديو الدكتورة نعمة السويدي، مدربة تنمية بشرية. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور، حياتي الله. دكتورة، العديد من الأشخاص يمكن نلاحظ في حياتنا اليومية يحبون يتكلمون عن مشاعرهم، يحبون يتكلمون عن مشاكلهم، يفضلون البوح. نتكلم عن البوح كوسيلة للتعبير أو وسيلة للعلاج النفسي. لو تكلمنا من ناحية مهنية أو طبية، طبعا العلاج بالبوح أو الفضفضة موجود من سنين طويلة، متبع هالموضوع عند المعالجين النفسيين. بس خلنا نتكلم بالأسلوب الاجتماعي البسيط. يعني عندنا في دولة الإمارات مثلا قبل 30 سنة يمكن أو شيء، البيوت أصغر، مفتوحة على بعض، تجمعات الجيران مع بعض، كل يوم العصر يجلسون مع بعض. ترى هاي فضفضة، تعتبر بوح، يعني يفضفضون لبعض بشكل يومي، في تداخل في السراء في الضراء. هل سمعنا في أيامها كان في أرق، كان في ضغوطات نفسية، كان في تعب؟ نادر ما كنا نسمع إن فيها الحالات. فهذا يعتبر نوع من العلاج الاجتماعي أيضا زين في الوقت هذاك. لكن طبعا الحين في وقتنا هذا البيوت كبرت، البيبان تسكرت، العزلة زادت زين، فهني بدأت الضغوطات النفسية وما صارت في التجمعات اللي يكون فيها الفضفضة بطريقة إيجابية جميلة مثل ما كانت بسيطة موجودة في الماضي، فزادت الضغوطات النفسية. فبالتالي يعني في ناس بدأت تلجأ لأساليب أخرى اللي هي مثل المعالجين النفسيين وغيره، بس هي طبعا طريقة فعالة. يعني الدراسة أثبتت طبعا أن العلاج بالفضفضة أو البوح يعني وسيلة فعالة جدا في أسلوب العلاج المتبع ويا الناس اللي عندهم فعلا ضغوطات نفسية مستمرة. دكتورة، العديد من الأشخاص يحبون يبوحون مثل ما ذكرت في البداية ويفضفضون، لكن في أشخاص يقولون ليش أنا أروح مثلا وأتكلم مع الناس أو أشكي همومي، الناس يمكن يأخذون عني فكرة سيئة أو يقولون هذا إنسان كثير الشكوى أو التذمر. كيف نفرق أو كيف نكون أشخاص نقدر نبوح وما نكون أشخاص كثيري الشكوى؟ يعني هني نقنن الفضفضة. أسأل نفسي أنا إذا الحين أبقى أتكلم، شو الهدف من الكلام أو الفضفضة هذه؟ هل أنا بس لمجرد أني أنا أفضفض ولا أنا محتاج حل؟ عندي مشكلة معينة محتاج حل، أنا أسأل نفسي هذا أول سؤال. طيب إذا أنا محتاج حل، فأدور ممكن الشخص اللي هو اللي يكون ثقة، ممكن أعرض عليه المشكلة مثلا مشكلة أسرية، أو مختصين إذا أنا فعلا أبحل ما أسأل أي حد. أنا هني بيني وبين نفسي أسوي حساباتي، أكلم منه إنزين. لكن لو بس الكلام مجرد الكلام، بعد هني ننتبه، يعني مش أي كلام وأقوله حق أي حد إنزين في لحظة ضغط نفسي أو لحظة غضب، بعدين ممكن أنه يتاخذ ضدي. فهني أنا أسأل نفسي أنا ليش أتكلم، شو أبا، شو الهدف الحين من الكلام. تمام. دكتورة، ممكن عرجتي سريعا على هذا الموضوع. أحيانا في لحظة ضعف أو في لحظة حاجة لشخص يسمعنا نفضفض ونتكلم عن بعض الأمور ونبوح ببعض الأمور. كيف نقدر نتحكم في انفعالاتنا أو نتحكم فيما نقوله عشان ما نتأذى مستقبلا أو ما نفشي أسرار قد تضرنا؟ صحيح. يعني أنا هذه قسمتها بطريقة بس عشان اللي يسمعنا يعرف. تعرفين إشارات المرور، أخضر أصفر أحمر، أنا أسأل نفسي أقسم الشيء اللي بقوله على هالثلاث. يعني مثلا في الإشارة الخضراء اللي هي انطلق، ما عندنا مشكلة، معلومات عامة ممكن أي حد يعرفها، مثلا البيت اللي أنا ساكن فيه، سيارة أنا أخذتها، وظيفتي مثلا، هذه أشياء عامة حتى لو تكلمنا فيها ترى الناس عارفت إنها ما بتضر. في معلومات اللي هي نقول الإشارة الصفراء، انتبه زين، اللي هي مش خاصة وايد ولو عرفوها الناس يعني، بس ممكن السبب لإحراج، مثلا الحالة الصحية يعني في مرض معين، مثلا الحالة المادية ممكن في ناس ما تحب تقول، فهذه نعتبرها أنها مش الخصوصية اللي هي 100%، ولكن الواحد ممكن أنه يتحرج أنه يقولها. في اللي هي الحمراء، العلامة الحمراء قف، يعني هذه أشياء ما عليها جدال.
المشاكل الأسرية العميقة، المشاكل الأبناء، أي معلومات أحس لا يعني هذه محرجة إذا فعلا حد عرفها. هني أنا أسوي حساباتي بيني وبين نفسي قبل ما أتكلم حتى، فهذه تندرج تحت أي فئة من هالثلاث المعلومة اللي أنا ممكن أقولها، وعلى أساسه أنا أختار الشخص وأبدأ أتكلم عشان بس ما يتخذ ضدي مأخذ مستقبلا. إنزين، فأحيانا الناس حتى في أشياء عادية يعني في مش شرط يكون شيء يعني كلام سيء مثلا أو موقف سيء، يعني في سورة يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذه رؤية يعني شيء طيب، بس بعد بما معناه لا تثق في كل الناس، ها في الأخبار الطيبة. فمن باب أولى أن الأسرار أو الحياة الخاصة هني أنا أفكر فيها، المفروض ما أختار أي حد وأقول يكون إنسان ثقة فعلا، فما أعطي ثقتي حق أي حد وأبدأ أتكلم في أي شيء بس تحذرا عشان المستقبل. وفعلا صارت مشاكل، يعني في ناس تعرضوا، ما أعتقد في حد ما تعرض لمشكلة نتيجة كلمة أو زلت لسان واتخذت عليه، فهذا ننتبه لها. يعني دائما إحنا بيدنا نختار يعني وقت الانفعال هذا أنا كيف أنفس عنه، يعني هل بالكلام بس ممكن يكون في طرق أخرى. صحيح، بنتكلم عن هذه الطرق الأخرى، لكن انتبهت لي موضوع الإشارات دكتورة. مستوى الخصوصية عند الأشخاص يختلف، بعض الأشخاص يحبون يكونون واضحين، ما يحبون يحطون حواجز كثيرة بينهم وبين المقربين، فلذلك نلاحظ أن ممكن هذه الإشارات أو الدرجات اللي نتوقف عندها وما نعبر هذا الخط تختلف من شخص آخر. صحيح؟ صحيح. من الوسائل المختلفة اللي ممكن نتكلم عنها دكتورة عن البوح، وبعض الأشخاص الجؤون لها، أنا شخصيا أفضله جدا، هو التسجيل، البوح من الواحد يسجل صوته. صحيح. ومثلا عنده مشكلة أو شيء مضايق يتكلم عن هذا الشيء. صح. يسجل صوته وكأنه فضفض لحد، لكن أنت سجلت صوتك عندك. صح. في الهاتف، أو في دورات جميلة جدا تطرح كذلك حول العلاج بالكتابة، كيف ممكن. صحيح. نكتب ونعبر عن مشكلة أو مشاعرنا من خلال الكتاب. نتكلم عن هذه التقنيات اللي تعتبر كذلك نوع من أنواع البوح. صحيح، الكتابة هذه وسيلة متبعة من زمان قديمة، يعني اللي كتابة المذكرات وهالأشياء، بس الناس اللي ما تعرفها يعني في شيء مش بس أنا أكتب وخلاص، لا ترى هي لها تقنية علمية نقدر نقول أو فسيولوجية. معروف الذاكرة عندنا القصيرة ما تتحمل أكثر عن 5 معلومات في وقت واحد. إنزين، إذا زادت المعلومات أو الضغوطات بيبدأ الإنسان يشتت، فأنت يوم تكتب الحين أنت تتفرغ الأفكار الزيادة هاي اللي أنت تحس فيها على الورق. إنزين، المعلومة العلمية الثانية اللي مو بوايد ناس يعرفونها، أنا يوم أكتب إنزين أو أسجل صوتي أنا الحين قاعد أستخدم عقلي كوسيلة تساعدني. كيف؟ أنت اكتبي مثلا مشكلة أو شيء أنت يعني مشوش عليك، اكتبي وخلي الورقة تعالي لها عقب 3-4 أيام. إنزين، أو التسجيل الصوتي تعالي اسمعي عقب 3-4 أيام، بتحسين في وقتها أن هذه مشكلة حد ثاني مو بمشكلتك أنت، أنت استخدمتي عقلك في حل المشكلة كأداة. عرفتي؟ فهاي بطريقة علمية تراها مدروسة، يعني مش عبث. أحيانا كنا نقول حتى مثلا أنا من النوع اللي لو حد قال لي مشكلة على طول بحلها، لكن مشكلتي أنا ما أعرف أحلها. ليش؟ لأن هني تتدخل شو؟ العاطفة. فهي طريقة الكتابة جدا ممتازة، بس في ناس ما تفضلها عشان الخصوصية، يقول لك ما بحد يقرأ وممكن تطيح الأوراق في تحت. صح؟ التسجيل ممتازة، طريقة التسجيل أن الواحد يسجل صوته ممكن بالتليفون ويرد يسمع بثلاث أربع أيام، حتى ممكن يضحك لو سمع معقول أنا كنت متضايق من هالموضوع، هي فعلا تستوي. إنزين، في طرق أخرى بعد للتعبير. في طريقة أنا جدا جميلة أحبها صراحة، اللي هي أحلام اليقظة، يعني ممكن أن أنت تتخيلين المشكلة اللي أنت فيها الحين، تسوين سيناريو أنها انحلت. عرفتي؟ يعني تقولين مثلا أوكي عقب شهر ما بيكون تأثير المشكلة علي مثل ما هو الحين، فأنت تسترسلين تسوين فيلم في خيالك. وهذه على فكرة استخدام الخيال من الطرق الممتازة يعني لحل الأشياء، كأنك أنت سافرتي بس للمستقبل. عرفتي؟ تخيلت الموقف الحين مؤلم، لكن بعد شهر شهرين لا ما بيكون مؤلم، ممكن يتغير. طيب كيف يتغير؟ أنا أتخيل أنه تغير، فهني يخفف الضغط، لو جربتي الطريقة بتخفف الضغط النفسي. في ناس طبعا اللي هم وقت الانفعالات ممكن يفرون شيء، في ناس ترى عندهم الحركة الجسدية قوية وقت الانفعالات، هذيلا أنا ممكن أقول يعني في منهم الأجانب عندهم الطريقة، يقول لك يعني ممكن تصارخين في المخدة مثلا. عرفت؟ يعني تفرغين بالصوت، طبعا الصوت دبدبات، فهني بيطلع الطاقة شوي، بتحسين أنه فعلا شوي الموضوع يعني الضغط النفسي هذا طلع، فبيبدأ يخف الضغط النفسي الداخلي.
في طرق أخرى للتعبير، يعني مثل الرياضة مثلا، يعني أنا ما أخلي الانفعالات والضغوطات تتمكن مني بعدين أبدأ أفرغها، لا، أنا أول بأول أفرغ جسديا بالرياضة لأنه جدا مريح. إنزين، والزائد الأشياء الثانية اللي قلنا عنها اللي الكتابة والتسجيل الصوتي. والجميل دكتورة وإحنا نتكلم عن هذا الموضوع أن اليوم في هذه المواضيع في وايد حلول إبداعية صحيح. مختلفة لهذه المواضيع، مو فقط فضفضة تكون عبارة عن كلمات، نلاحظ فضفضة عبارة عن لوحة، نلاحظ فضفضة تتحول لمقطوعة موسيقية، لرياضة، لمنافسة. صحيح، ممكن تقرين في فيلم الأطفال جميل في التسعينات نزل ماتيلدا اسمها، فهي البنت تكون مختلفة ويا أهلها، يعني تحب تقرأ وأهلها بغير، فقالت جملة جميلة يعني في مشهد، قالت أنا أعيش ويا شخصيات الكتب اللي أقراها أو القصص اللي أقراها، أعيش وياهم، أحسهم هم يسمعوني، وفعلا فكل واحد يقايس على نفسه شو اللي ناسبه، في ناس ما يناسبهم يكتبون فممكن مثل ما قلتي يرسمون مثلا أو يعزفون، فكل واحد يشوف اللي ناسبه ويبدأ يسوي بهالطريقة. فعلا يعني الموضوع واسع يعني بيكون. دكتورة أيضا لو تكلمنا على هذه الأيام وهذا الجيل وهاي التكنولوجيا والتقنيات أيضا استغلناها نحن في هذا الموضوع، يمكن موضوع شوي محرج أو موضوع حساس بالنسبة لعديد من الأشخاص، وجود وسائل التواصل الاجتماعي البعض اتخذها كمنصة للبوح أو منصة للتعبير عن مشكلاته، خصوصا أن هذه الوسائل أحيانا تدعم خاصية أن الواحد يكون يظهر بغير بمعرف صحيح. بدون اسمه الحقيقي، يظهر بصورة غير صورته الحقيقية صحيح. فتعطيه مثل مساحة للتعبير، الجرأة اللي هي على السوشيال ميديا نسميها نحن الجرأة صحيح. الفيك يعني مش الحقيقية. نتكلم عن هذه النقطة دكتور؟ يعني شوفي بالنسبة أنت يعني تبين تركزين على المراهقين نقول أو الأعمار الصغيرة أو بشكل عام؟ نتكلم بشكل عام. شوفي أنا دائما أركز، إحنا نقول كأطباء الوقاية خير من العلاج، بمعنى أنا أخلي الكاس كاسي مليان، الكب عندي فل، بمعنى يكون عندي اكتفاء نفسي، اكتفاء عاطفي، أول بأول ما أتريى لما أوصل لمشكلة وبعدين أبدأ أفضفض، لا، أعود نفسي من فترة يعني من البدايات أني أنا يكون عندي اكتفاء، ما ألجأ للوسائل التواصل الاجتماعي كنوع من البوح، معناته أنا وصلت المرحلة في عندي نوعا ما مثل الكبت أو الحرمان، فأنا أبى أتكلم. لكن لا، أنا من البداية أسوي لي قنوات تفريغ اللي هي اللي تكلمنا عنها قبل شوي، عشان ما أحتاج أني أوصل لمرحلة أني أدور على السوشيال ميديا وأبدأ أتكلم. يعني الجانب عندهم شيء جميل يقول يعني فهمون عيالهم لا تكلمون يا الأغراب، هذا ويه لويه يعني فيس تو فيس، لكن تخيل على السوشيال ميديا المفروض ما نتكلم، ما نبوح بأشياء خاصة أصلا يعني. فهني نتحذر وحذر الجميع، ولو ركزنا على فئة اللي هم المراهقين، يعني أنا أحب أقول نقطة يمكن حق الأهل، علموا العيال الفضفضة من صغرهم، يعني لا تريون يكبرون ويستوي عندهم نوعا ما الكبت. في أطفال صعب يفضفضون، هي فروقات شخصية مثل الكبار، فأعلمهم من الصغر أنهم يتكلمون، إنزين، في احتواء، في نسمع لهم، مو بس يتكلم وإذا قال شيء ما عجب الأهل مثلا ينهرونه، لا، علما أن أنت ممكن تقول أي شيء، إحنا وياك وإحنا محتوينك، عشان ما يوصل لمرحلة أنه يدور له قنوات، تعرفين مثل النهر، يعني لو حطيتي فيه حصى وقفتيه ترى بيدور له مجرى ثاني يجري فيه. فهم هالعمر بالذات يعني أحب أركز، فهني من البدايات نعلمهم أن تكلموا، قولوا كل شيء بأريحية، غالبا أصلا الناس تبى حد بس يسمعها، على فكرة أغلب الناس اللي يفضفضون بس يبون حد يسمعهم، ما يبون حلول يعني، فهذه النقطة نفكر فيها خاصة ويا الأعمار اللي هي صغيرة، ونبدأ نفهمهم، لأن الجيل الحين خلاص كله جيل السوشيال ميديا تكنولوجيا، شئنا أم أبينا جيل التكنولوجيا، ما نقدر نوقف، لكن على الأقل نزرع فيهم القيم أن لا تحذروا، مش كل شيء تفتحون على السوشيال ميديا. صحيح دكتورة، احنا ما نقدر نوقف لكن نقدر نوجه صحيح. بطريقة أفضل. وحبيت المصطلح اللي ذكرتيه دكتورة، قنوات تفريغ، وحلو أن الواحد يفهم نفسه ويفهم الطريقة اللي تناسبه أكثر أكيد. للتعبير. وأتوقع يعني حسب يمكن تجربة شخصية يمكن تشاركيني الدكتورة أن
أحيانا نحتاج نجرب وسائل مختلفة وطرق مختلفة صح. عشان نكتشف الطريقة الأنسب صحيح لنا شخصيا. أتكلم دكتور عن البوح، لكن نتكلم في المقابل عن كذلك ما يقابل البوح في هذا الموضوع. نتكلم عن الكبت أو الكتبان. في أشخاص طبيعتهم يحبون يكتبون منهم صغار، دائما تحسينهم ما يحبون يتكلمون، ما يحبون يعبرون عن مشاكلهم، وأحيانا يتحول هذا الكتمان إلى كبت ويتراكم هذا الكبت على مدار السنين. تلاحظ من هو طفل ساكت ساكت ساكت، يمر بمشكلة، يمر بألم، يمر بأي شيء، هو متعود يكبت. هل ممكن يأثر على الطفل أو على الشخص البالغ تراكمات السنين من الكبت؟ هي بتأثر طبعا، يعني في يعني احنا في الطب يعني شفنا هالحالات، مو بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة، في أمراض تنتج أو يزيد هالكبت نفس اللي هي تقرحات المعدة، الأرق طبعا، الصداع المزمن، يعني في أشياء ممكن بطريقة غير مباشرة الكبت هذا يأثر على صحة الإنسان بمرور الوقت. فعشان تي نقول الأطفال، في أهل يقولت والله أنا يعني ولدي ما يتكلم زين، يعني لا هو ما بتين أنت بتسألين بطريقة مباشرة. يعني أنا عن تجربتي ويا ولدي يوم أول ما دخل الروضة، شو صار وياك اليوم، شو سويت؟ ما سويت شيء. إذا منو ربعك؟ ما بقول لك، لأن بطبع ما كان يتكلم. فأنا شو سويت فيه؟ اتبعت يا طريقة ثانية ذكية شوي، قمت أنا أتكلم عن يومي، يعني أقول أنا رحت الدوام اليوم، شفت صديقتي فلانة، شفت كذا، سويت كذا. فهو بدأ يقلد عقب فترة طبعا. الموضوع أخذ يمكن شهرين، بدأ بعدين هو يتكلم ويفضفض يوم شافني أنا أتكلم أشارك يومياتي، فبدأ هو يشاركني. فعشان شيء مهم جدا أنا أقول دائما من الصغر علموا العيال إنهم يفضفضون بدون ما تنهرونهم. يعني إذا سكتوا الطفل من هو صغير أو تعاقب مثلا على شيء قاله، بيتحول لشخص يكبت تعرفين، وهالشيء بيزيد بمرور السنوات وبيكون أصعب طبعا كل ما كبر. فدائما نقول لا، بأريحية اسمعوهم لا، عشان ما يوصلون للمرحلة صعب عليهم إنهم هم يتكلمون أو يفكون. وفي كتاب دكتورة جميل حول هذا الموضوع عن علاقة الكبت والصدمات اللي يعيشها الإنسان بجسده، وكتاب باللغة الإنجليزية الجسد يبقي النتائج، فيتكلم عن هذا الموضوع بطريقة أكثر. شكرا دكتورة، حوار كان جميل جدا حول موضوع البوح والكتمان، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك حبيبتي، تسلمي. للمشاهدين نشكر الدكتورة نعمة سويدي مدربة تنمية بشرية على هذا الحوار الشيء.